للحديث أكثر حول استمرار الاعتداءات على المعتصمين في الساحات من قبل القوات الحكومية والميليشيات على الثوار، ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي. سيد قصي، بداية مرحبا بك. اعتداءات جديدة على ساحة التحرير، لماذا تصر القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها على فض الساحة في هذا التوقيت العصيب؟ ألا يجب أن توجه طاقتها لمواجهة كورونا؟ مساء الخير عليك أخي الفاضل وعلى مشاهديكم الكرام. بالنسبة إلى الأساليب القمعية اعتاد عليها النشطاء والمتظاهرين في ساحة التحرير وفي بقية الساحات في بقية محافظات العراق، ما هي إلا محاولة يائسة بائسة، وهي آخر بسمار في نعش هذه الحكومة المتهالكة وهذه الأحزاب السياسية المنحرفة التي عاثت بالأرض فسادا طيلة هذه الفترة وهي جاثمة على صدور العراقيين. هذه المحاولات هي محاولة يائسة بعد أن أيقنت هذه الأحزاب بأنها انتهت وحكمها زائل وبأن الثورة قائمة ولن يقف بوجهها أي شيء. أما بالنسبة إلى إعادة ترتيب الصفوف فهو بما يمر به البلد من أزمة وفترة عصيبة بسبب هذا الفيروس، وهذا إذا نمي ينم عن وعي النشطاء والمتظاهرين في الساحات في عموم القطر بأن الحفاظ على سلامة المتظاهرين وسلامة النشطاء من هذا الفيروس، لأننا لا نثق بالحكومة، احتمال الحكومة هي التي تزوج بأحد الأشخاص يحمل هذا الوباء بحيث تريد أن ينتشر الفيروس بين المتظاهرين. لكن هنالك بعض النشطاء صامدين واقفين في ساحة التحرير وفي بقية الساحات يحافظون على ديمومة التظاهرات، والتظاهرات ستنطلق ما أن تنتهي هذه الأزمة ويرفع حظر التجوال في عموم البلاد، وستكون ونعدكم بأنها سترجع بقوة وأقوى من انطلاقتها في 1 أكتوبر. سيد قصي، الثوار أطلقوا حملة للتأكيد على استمرار الثورة وعودتها عقب انتهاء أزمة كورونا، هل تعتقد أن الإعلام على الحملة هو ما دفع أو الإعلان عن الحملة هو ما دفع الميليشيات على محاولة فض الساحة؟ نعم أخي الفاضل، بالنسبة إلى الأحزاب السياسية هي الآن تقع بين المطرقة والسندان، ما بين مطرقة أمريكا وما بين سندان المتظاهرين. الأحزاب لديها فترة زمنية، سقف زمني لغاية 15 من نيسان، يجب أن تبت بأمر قضية رئاسة الوزراء وقضية الزرفي، هذا أمر. وأما بالنسبة إلى قضية التظاهرات، فإن أطلق النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الوسم وهاشتاج بأن الثورة سترجع من جديد وبقوة وبأنها توقفت لأجل هذه الأسباب، ما أن تفاجأنا بدخول قوات الشغب، وليست هي قوات الشغب بل هي مجاميع للميليشيات، ميليشيات الأحزاب ترتدي هذا الزي وترتدي زي مدني، تدخل تطعن المتظاهرين بالسكاكين، وكان هنالك اشتباكات مع المتظاهرين وخطف بعض المتظاهرين في الأزقة. تفاجأ المتظاهرين في الليل وفي ساعات الصباح البكر بأن الاعتداء وقع عليهم في ظل هذه الظروف التي يمر بها الشعب العراقي وحظر التجوال. هي محاولة كما قلنا سابقا وأسلفنا بأنها محاولة يائسة لودء التظاهرات والقضاء عليها، لكن التظاهرات باقية إلى آخر الرمق إلى حين أن نزيل هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمت العراق وبددت ثروات العراق وجعلت العراق سلة غذائية لدولة جارة وهي إيران، ونهايتهم نقول من خلال منبر الرافدين بأنها قريبة بقى. إلى أي مدى ترون بأن الأحزاب وميليشياتها كانت تظن أن الثورة قد انتهت بعد الأزمة الصحية التي يمر بها العراق؟ الأحزاب استبشرت أعتقد بأن هذا الوصف دقيق خير بأن هذا الفيروس حل في العراق، بل هي كانت أحد أسباب انتشار الفيروس. كلنا يعلم بأن الحالة التي وجدت في محافظة النجف لهذا الطالب الإيراني، الفيروس لولا إيران لم يدخل إلى العراق، بل هي تركت الحدود مفتوحة على مصراعيها، أبقت الرحلات الجوية ما بين العراق وما بين إيران، هي حاولت أن تفشل التظاهرات من خلال انتشار الفيروس. الفيروس
انتشر في العراق بسبب الأحزاب، وكان أحد الأسباب التي لانتشار هذا الفيروس من خلال الأحزاب هو القضاء على الثورة، لأن الثورة هي يعني نتاج للشارع العراقي، وهذا الشارع المكبوت، هذا الشارع المظلوم المقهور طيلة هذه السنين. فحاولت من خلال هذا الفيروس وانتشار هذا الفيروس بين صفوف المجتمع حظر التجوال مع قمع التظاهرات وإسكات هذا الصوت إلى الأبد. بالعودة سيد قصي للحديث عن الوسم الإلكتروني وعد ترجع الثورة الذي أطلقه ناشطون، باعتقادك ما هو أثر تلك الحملات الإلكترونية على الإبقاء على زخم الثورة مشتعلا؟ الثورة مشتعلة أخي العزيز، لو أوصف لك حالة حدثت يوم أمس بأن أحد النشطاء اتصل بي وقال بأن بعض الشباب المتظاهرين أتوا إليه إلى المنزل وطلبوا منه أن تكون هنالك مجاميع صغيرة تذهب إلى ساحات التظاهر لإدامة زخم التظاهرات بعد أن سمعوا الاعتداء الأخير الذي حصل في ساحة التحرير، لكن حفاظا على أرواحهم وعلى سلامة المتظاهرين يبقى الأمر على هذا الوضع. أعتقد بأن دماء الشباب تفور أكثر وأكثر، أعتقد بأن الإصرار والعزم الآن أصبح أكثر منذ انطلاقة الثورة. الشباب الآن أصبح لديه وعي جدا عالي بأن الأحزاب تلفظ أنفاسها الأخيرة، ويجب أن تكون الثورة باقية ومستمرة، وإذا رجعت الثورة ترجع بكل قوة بحيث لا تسويف لا للمطالب، بل ستكون برجوعها هي اللحظة والساعة وساعة الصفر التي نقضي بها على هذا الحكم وهذه الأحزاب التي حكمت العراق طيلة هذه. نعم، في سؤالي الأخير إليك الصحفي قصي البغدادي، في ظل الوضع الصحي الذي يعيشه العراق، هل هناك أفكار إبداعية قابلة للتطبيق ربما يقوم بها الثوار في الأيام القليلة المقبلة من أجل الإبقاء على الحراك ولو رمزيا؟ الحراك باقي أخي العزيز، وفي ساحة التظاهر هنالك أفكار قام بها المتظاهرين من خلال والنشطاء، تعفير المكان، الأمور التوعوية للمتظاهرين، ومن خلال هذه الأمور التوعوية ينقلها المتظاهر إلى أسرته في المنزل، لبس الكمامة، القفاز، الكف الواقي، الابتعاد مسافة مع في الأماكن المكتظة. نعم. كل هذه الإجراءات وكل هذه التعليمات دائب عليها النشطاء والمتظاهرين لكي تكون حالة من الوعي والتثقيف لدى المجتمع العراقي ولدى الناس وفي مناطقهم وفي أماكن سكناهم، لكي نحاول أن نقلل وطأة هذا المرض أو هذا الفيروس على الشعب العراقي، ولكي نحد من انتشاره بصورة وبشكل كبير جدا. الخيام وساحات التظاهر جميعها قامت فرق تطوعية من المتظاهرين بتأثير وتعقيم هذه الأماكن لكي تكون أيضا انطلاقة من ساحات التظاهر كحالة توعوية للسيطرة وللحد من انتشار هذا الفيروس. من بغداد كنت معنا عبر الهاتف الإعلامي والناشط السياسي قصي البغدادي، شكرا جزيلا لك.